أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين This is the surah We call it Surah Fatiha, the opening chapter of Holy Quran. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. Most gracious, most merciful, master of the day of judgment, thee do we worship, and thine aid we seek. Show us the straight way, the way of those on whom thou hast bestowed thy grace, those whose portion is not threat and who go not astray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان